اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن هاني لازم تقول لي تعليقك على القرعه، كان محمد سعيد مخاوي لسه بقول اللي قاله هو اللي قال لي الافتتاح الاهلي وانتر ميامي، قلت له ميسي، قال لي العالم كله، بعدين قال لي نادي برتغالي وبالميراس، والكابتن خالد بيبو قال لك البرتغاليين كويسين، فالامور الحمد لله الى حد ما. طبعا مجموعه قويه جدا مفيش شك يعني، لكنه قول لي تعليقك على، خلينا نتكلم على النادي الاهلي. خلينا النادي الاهلي الحقيقه يعني بيكتب زي 2 في 1 تاريخين. أيوة صحيح. في تاريخ واحد النادي الاهلي ضمن النسخه الاستثنائيه اللي احنا شفنا طبعا القرعه العالميه اللي كانت موجوده بوجود رئيس الولايات المتحده الامريكيه، بوجود كل الشخصيات الكبيره من الفيفا، فالنادي الاهلي متواجد وسط هذا الحفل وجزء من هذا الاحتفالية العظيمة وجزء من كاس عالم للأندية استثنائي. كمان 15/6/2025 ده تاريخ يضاف لتواريخ كتيرة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي، الحقيقة تاريخ كبير، افتتاح كأس العالم للأندية بهذه النسخة الاستثنائية أمام الإنتر ميامي في ميامي بحضور الأسطورة التي لا تقرر ميسي، فده كمان في حد ذاته الافتتاح بالنادي الاهلي. كل العالم هيتفرج على هذه المباراه الافتتاحيه. انا عايزك بس تسمع التسقيف اللي اتقال عند النادي الاهلي. اف سي The reigning African champions were named okay. في القاره الافريقيه. There you go. Al Ahly of Egypt who's in a historic club from Egypt. They're dancing now in Cairo that they know that they will play. Oh. بيقول ان النادي تاريخي طبعا في افريقيا وفي مصر النادي الاهلي ما فيش شك يعني، والكلام اللي اتقال الحقيقه كلام اكتر من رائع في حق النادي الاهلي، واستحق النادي الاهلي الحقيقه كل كلمه اتقالت عليه. طبعا و ده المواجهه المباشره او الافتتاحيه امام انتر ميامي. الحقيقه اتفضل يعني ما فيش احلى من كده وما فيش اجمل من كده وما فيش اروع من كده للنادي الاهلي ان شاء الله، وده يزيد ان شاء الله من الحوافز ويزيد من اصرار النادي الاهلي ان شاء الله يكون صحيح باذن الله افتتاح عالمي. ده رئيس نادي انتر ميامي كابتن خالد.